اوعي كمان تحسسيه ان انت ممكن يكون عندك كيان، او ان انت عايزه تشتغلي عشان يبقى لك كيانك بتاعك. لا خالص، حتى لو انت اصلا عايزه كده، يعني انت عايزه تشتغلي عشان يبقى لك كيان، وعشان يبقى لك وضع، وعشان ما تحتاجيش لحد، وعشان يبقى قرشك في جيبك والجزء اللي انت اوعي عايزاه تقولي لنفسك. الكلام اوعي ده، تقولي الكلام ده خالص. اوعي. لازم تبقي حويطه وتقيله، لازم كده. انا عايز اشتغل عشانك وعشان الولاد وعشان وضعنا يتحسن. اوعي تقولي ان انت عايزه تشتغلي عشان خاطر نفسك، الكلام ده بينك وبين نفسك بس. لكن معاه عايزه تقوي وتجمدي ويبقى عندك حساب في البنك خالص، عشان لما اوعي. جناحاتك يطلع لها ريش تسيبيني. هيحس ان انت لو بقى عندك وضع ومعاكي فلوس وتقدري تركبيه. تعتمدي على نفسك، ان انت ممكن تديله الايه؟ الصابونه، صح؟ ما هي ده لكن مش تفكيرنا خالص. خالص خالص نهائي. لا احنا بتكلم بجد. انا مين بشتغل، اللي عايزه تشتغل وتحسن دخلها فتسيب جوزها؟ لا خالص بالعكس، لا بنتكلم بجد، لا طبعا ما فيش واحده، كلهم خالص. حبيبي انا عايزه اشتغل عشانك، عشان بحبك، هي عايزه تحسن وعشان بحب الاولاد. تحسن الفقر اللي هم فيه ده، ايوه طبعا. تطلع بالمركب شويه على وش الميه. في ستات بتبتدي تشتغل دلوقتي على السوشيال ميديا ويعملوا صفحات لنفسهم، يعني لو بيبيعوا حاجه بيشتروا حاجه مش عارف ايه، بس ده بيعملوا مش اكل، بتعمل مركز. صفحات اكل. لا دي معاها راس بتشتغل. مال وبتشتغل، تشتغل تشغل وتعمل لنفسها اي حاجه، يبقى ليها، تحس ان هي ليها لازمه في ومن اليوم، خلال بيتها طلع مش اي هتسيب حاجه بيتها. ايجابيه. ممكن، مش عيب. لا جوزي عمره ما عارض ان انا اشتغل، بالعكس جوزي بيشجعني في شغلي جدا جدا وبيقف ورايا وباخد رايه في حاجات كتير قوي، وبالعكس لما بيشوفني ناجحه بيتبسط جدا. فجوزي من الناس الكويسه في النقطه دي، عشان كده كنت بتكلم بقلب في الحلقه قوي عشان هو بيشجعني.